ما تم في المبادرة بتاعت سيادة الرئيس المسح بتاع فيروس سي والأمراض غير السارية، احنا مستهدفنا 2,600,000 مواطن في خلال الفترة من 1/10 لحد 30/11 اللي عملناه في خلال الأيام اللي فاتت لحد النهاردة 249,598. الفريق العامل 257 نقطة عمل ب 960 فرجة، كل فرقة بتكون من 3 أفراد من طبيب ومدخل بيانات وممرض. إن شاء الله في خلال الأيام اللي جاية دي بإذن الله العدد بيكون أزيد شوية من كده، لأن الناس بدأت تحس بيها زي ما أنت حضرتك شفت دخلت ولقيت الازدحام الرهيب اللي موجود على الأماكن بتاعت العمل. بعد المواطن ما بيتم تشخيصه وفحصه بيتم تحويله لجهة العلاج، سواء اللي عنده فيروس سي بيتحول إلى مراكز علاج الفيروسات الكبدية، ودول 5 مواقع على مستوى المحافظة اللي هي في موقع القدسية، موقع الصدفة، موقع الرجحي، موقع الولادية، وموقع أسود الجليل. بالنسبة للأمراض الغير السارية اللي هي الضغط والسكر والسمنة، فبيتم تحويله للمستشفيات العامة والمركزية لاستكمال التحليل وإعطاء العلاج. شكرا.